وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، انقل لنا فعاليات اليوم في إطار مهرجان العالمين الجديدة. تحياتي لك إيمان، وتحياتي لكل متابعينا من موقع وسط أجواء ساحرة تعيشها مدينة العالمين الجديدة. على يميني الآن الشواطئ المتنوعة والمختلفة التي يقام عليها عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية للمواطنين، وإذا تحدثت كمان على أمامي الآن إحدى علامات مدينة العالمين الجديدة، وهي الأبراج التي تشتهر بها هذه المدينة. ومن خلفي الآن المول والشاشات التي يعرض عليها العديد من الحفلات وأيضا الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية والرياضية أيضا للجمهور من يمر من هنا من الموقع الذي يتواجد به الآن، وهو ممشى العالمين الجديدة. هذا الممشى الذي يشهد منذ الأمس وحتى اليوم حالة من الحضور للجمهور بشكل كبير. وعلى يساري الآن منطقة العالمين أرينا، هذه المنطقة التي يقام بها عدد من الحفلات، وعلى رأسها أولى حفلات النجوم على أجمل شواطئ العالم، شواطئ العالمين. بالأمس كان حفل الفنان تامر حسني، وشهدت هذه المنطقة التي يتواجد بها الآن منها ممشى العالمين ومنطقة أرينا العالمين حضور كبير وزخم كبير للمصريين وغير المصريين، خاصة مع بداية عطلات نهاية الأسبوع. كان هناك عدد من الحضور الكبير خلال هذا الحفل، وكانت الحفل استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما انعكس على أغلب شواطئ من مدينة العالمين وعدد من القرى المجاورة بحضور كثيف وكبير من المواطنين سواء مصريين أو غيرهم على هذه السواحل والشواطئ المتنوعة والساحرة. أما إذا تحدثنا عن الفعاليات والأنشطة التي امتدت منذ يومين وحتى اليوم، منها عروض للطائرات الأرسية التي تقوم بعروض في سماء مدينة العالمين، وأيضا استمرار لفعاليات القفز بالمظلات لعدد من الأماكن والمواقع داخل مدينة العالمين الجديدة. هذه الفعاليات بالإضافة إلى استعدادات كبيرة تشهدها هذه المدينة، خاصة الشواطئ، لاستقبال عدد من البطولات وعدد من المنافسات الرياضية والأنشطة المختلفة، منها رياضة البادل وأيضا الكرة الشاطئية التي سوف تشهد خلال الأيام المقبلة عدد من المنافسات والأنشطة المختلفة على شواطئ مدينة العالمين. إذا تحدثنا عن ما يدور هنا سواء من استعدادات من حضور، ويمكن الصورة تظهر بشكل كبير من خلفي ومن جانبي وأمامي الآن حضور كبير للجمهور سواء من خلفي أو المارة أو من يقيم بهذه المدينة أو المدن المجاورة لها، أو أيضا الفنادق والأماكن الفندقية هنا التي امتلأت بالكثير من الجمهور خلال خاصة أيام نهاية عطلة الأسبوع. هذه الأيام التي تشهدها مدينة العالمين بالإضافة إلى مهرجان العالم عالمين، والذي يمتد منذ 13 من يوليو الجاري حتى 26 من أغسطس المقبل، نتحدث عن 45 يوم من الفعاليات المتنوعة ثقافية ترفيهية موسيقية وأيضا رياضية. وتحضر هذه الفعاليات بشكل كبير لتشكل عنصر جذب كبير لهذه المدينة، وتعد واجهة ومقصد وتجربة سياحية ترفيهية فنية رياضية لكل من يأتي إلى هنا. بكل تأكيد، أشكرك جزيلا على نقل صورة من العالمين رامي محمد، شكرا لك.